الراديو 90 90، هواها مصر. طيب يلا تعالوا بقى نقول الابراج كده سريعا. عندنا النهارده برج العذراء بيقول لك لا تفقد الامل. عندنا برج الحمل بيقول لك عندك بعض التوتر في حياتك. برج الاسد بيقول سفريه مفاجاه. برج الدلو بيقول بعض المشاكل في العمل. برج القوس بيقول لا تتعجل القدر. وفي النهارده في كمان برج الجدي بيقول تردد قبل الزواج. ماشي. برج الميزان بيقول لك بداية مهنية جديدة بالنسبة لبرج الميزان. برج الثور بيقول لا تغرق في أمجاد الماضي. لا، غرقانين فيها الحلقة دي وزي الفل على فكرة، عادي جدا ولا في أي حاجة. برج العقرب بيقول لك الهدوء لا يفيد أحيانا. برج الحوت بيقول النهاردة تبحث عن التأمل في الطبيعة. أوكي. برج السرطان الحب سيطرق بابك، كن مستعدا. طبعا جملة قديمة بقراها من وأنا بقول على السكر أكر، بتاعت الحب سيطرق بابك دي، قاعدين مستنيين مفيش حاجه بتحصل برضو، الناس كلها تفضل قاعده مستنيه. برج الجوزاء بيقول لك ايه خبر جيد ينتظرك بالعمل. طب يا رب نبقى كلنا برج الجوزاء النهارده. وده كده اخر برج قلناه النهارده. طيب تعالوا بقى هنتكلم بقى النهارده على ايه. عندنا الجدي والجوزاء والحمل، اعمل ايه واروح فين واجي منين، اروح فين واجي منين. طيب تعالوا نقول الجدي النهارده. معلش حبايبي برج الحمل انا جيت عليكم، معلش برج الجدي نقوله النهارده بس عشان الطلب ايه مننا كتير. طيب يلا نقوله. برج الجدي على الصعيد المهني بيقول تكون دائما مسؤول عن اداره العمل وجدير بمكانك لانك تتمتع بقدره عاليه من النظام. حلو قوي. برج الجدي النهارده على المستوى العاطفي بيقول لديك مواصفات خاصه لاختيار شريك الحياه وتتردد كثيرا قبل الاقدام على خطوه الزواج. اوكي. برج الجدي بقى على المستوى الصحي بيقول تتعرض لحاله اعياء شديده من تناول وجبه قديمه. حاجه حمضانه يعني. ايه اللي انت كاتبه ده؟ يعني انا مش عارف مين بيكتب الكلام ده، بس يعني ما تاكلش حاجه في الثلاجه النهارده بقالها فتره. توقعات بقى علماء الفلك لمواليد برج الجدي بيقول يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدي تغير حياته والكثير من صفاته بعد مصادقته لاصدقاء جدد وتغيير فكرته ومتطلباته للزواج. ادينا هو كده قلنا الابراج بسرعه جدا عشان ما حدش يزعل مننا خالص.